ينضم إلينا من مارسيليا مراسلنا مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد أهلا بك معنا في هذه الجولة. أولا ضعنا خالد في ما المتوقع وفق المراقبين لديك في كلمة ماكرون يوم غد، وما هي آخر التطورات لديك على الأرض بعد الحديث عن التحضير لمظاهرة واسعة الخميس المقبل؟ نعم رعد، بعد التحية الجميع ينتظر الإجابة على هذا السؤال، والجميع حاول التكهن بما سيتحدث به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا على القناة الفرنسية الأولى والثانية في تمام الساعة 1 بتوقيت باريس، الثانية بتوقيت القاهرة. هذا يعني الحوار المتوقع مع الصحفيين سيأتي بعد فشل المعارضة الفرنسية بحجب الثقة عن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن التي التقاها الرئيس الفرنسي صباح هذا اليوم بقصر الإليزي مع عدد من رؤساء الأحزاب يعني أو الكتل الحزبية المتضامنة مع الحكومة الفرنسية بقصر الإليزي صباح هذا اليوم. الجميع يتوقع أن يتحدث الرئيس الفرنسي عن أهمية مشروع هذا القانون وعن ما يجب أن يحدث في الفترة القادمة وما ينتوي أن تقوم به الحكومة الفرنسية في الفترة القادمة. استبقت هذا الحديث كان تصريح مهم وملفت للغاية من إليزابيث بورن رعد، وهي اللجوء إلى الهيئة العليا للدستور، وذلك في محاولة لتمرير المشروع مشروع قانون التقاعد، حيث يجب أن توافق عليه الهيئة الدستورية العليا. وصباح هذا اليوم وجدنا أيضا 2 من أعضاء حزب التجمع الوطني المحسوب لجوردان بارديلا ومارين لوبان، وهم يقومون بعمل طعن على هذا القانون أمام نفس اللجنة، وهناك أيضا طلب طعن ثاني سيكون من مجموعة اليسار الفرنسي. إذن نحن أمام الآن تحركات من الأحزاب السياسية الفرنسية بما فيها حزب إليزابيث بورن لمحاولة تمرير مشروع القانون الذي دافع عنه اليوم مرة أخرى وزير العمل أوليفيي دوسوبت، وتحدث عن أهمية مشروع هذا القانون وأن الحكومة لا تنتوي في سحب هذا المشروع بالرغم من الاعتراضات في الشارع. طيب كيف سيكون الوضع خالد وفق المراقبين لديك، خاصة أن وزير النقل تحدث عن أزمة حقيقية في مصافي الوقود في جنوب شرقي البلاد، وأن العمال ما زالوا مضربين رغم اتخاذ الحكومة الإجراءات بحق من يستمر في الإضراب؟ ما هو رؤية المراقب لديك في فرنسا لما سيحدث في اليومين المقبلين على الأقل؟ رعد، نحن كالقاهرة الإخبارية رصدنا أول أمس إغلاق بعض من هذه المحطات، محطات الوقود، واليوم رصدنا أيضا من خلفي هنا أحد أهم هذه المحطات، محطات الوقود. هناك إضرابات في مجال الطاقة في مدينة فوسورمير التي تبعد 30 كيلومتر عن مارسيليا وفيها أحد أهم المحطات أو المصافي الفرنسية. من المعروف أن فرنسا تملك 7 مصافي كبرى، فيهم 5 من هذه المصافي الكبرى في حالة إضراب. تحديث صباح هذا اليوم للمتحدث الرسمي أوليفيي فيران بأنه تم الطلب من قبل المحافظة لمنطقة بوشدرون بأهمية إجبار عودة هؤلاء العاملين للعمل مرة أخرى، حيث يسمح الدستور الفرنسي بالإضراب ولكن بإنهاء الإضراب بقوة القانون لمن لا يلتزم. هناك 10,000 أورو تقريبا غرامة وستة أشهر سجن، ولهذا عملية يعني استخدام القوة من قبل العمال هي مهددة بالانتهاء من خلال قوة القانون. أما وزير النقل كليمان بون الذي تحدث على أن ما يحدث سيتسبب بالتأكيد في مشاكل كبيرة جدا في الحركة والوصول إلى العمل، وبصفة خاصة أن فرنسا تنتظر رعد
إضرابات كبيرة جدا في الخميس القادم في 23 من هذا الشهر. ولهذا السبق يعني بعد الغد، ولهذا السبق الرئيس الفرنسي هذه الإضرابات الكبيرة في محاولة للتأثير بعدم خروج العدد الكبير الذي تتمناه الفيدراليات العمالية أن يزيد عن 3.5 مليون فرنسي في الشارع، وإضرابات في جميع القطاعات منها النقل والتعليم وأيضا قطاع الطاقة. ما أشير إليه هو أن هناك العشرات ينتظروا أكثر من ساعة للحصول على الوقود. نعم خالد شقير مراسل القناة الإخبارية، شكرا لك على هذه الإيضاحات لما يحدث في فرنسا اليوم، وبالتأكيد سنعود إليك في مناسبات أخرى حول هذه الأزمة. شكرا لك.